برشلوني. وصلت الكرة إلى لياو، رافائيل لياو البعيد عن مستوى في آخر المباراة، لكن أمامنا كرة. الله، سجل الميلان عن طريق الهداف الكبير جيرو، يسجل في الدقيقة 17 من زمن شوط المباراة الأول. تحرك لياو، أرسل كرة في القائم الثاني، وجيرو على يسار توراتي يسجل هدف أول ويصل إلى هدفه، يصل إلى هدفه، هدفه هذا الموسم جيرو رقم 11 في بطولة الدوري الإيطالي. أوليفي جيرو في كرة كان يطالب فيها بخطأ ماتياس سولي، لكن حكم المباراة يطلب استمرارية اللاعب لوفتس تشيك إلى لياو. وصلت هذه الكرة من جيرو ويسجل في مرمى توراتي هدف أول لمصلحة البيك ميلان. 11 هدف للهداف الفرنسي الكبير أوليفي جيرو، يوقع على أول أهداف الميلان في هذا اللقاء. هل يعود فريق فروزيونوني ويسجل هدف؟ سولي، ماتياس في مواجهة مايك مينيون، عند دقيقة 24 الأرجنتيني يتقدم الآن. ماتياس سجل التعادل لفروزيونوني، سجل التعادل لفروزيونوني ماتياس سولي، يصل هدفه العاشر هذا الموسم في الدوري الإيطالي. صاحب 22 سنة أو 20 سنة 10 أهداف للنجم الأرجنتيني الشاب ماتياس سولي، يسجل على يمين مايك مينيو، كان قريبا مينيو لكن كانت عالية الكرة، ويسجل سولي هدف التعادل لمصلحة فروزينون. عودة سريعة لفريق محاولة كرة لي على أمام ماتزيتيلي، خطيرة، جول فعلها فروزينوني من أجل كتابة التاريخ وتحقيق انتصار تاريخي أمام الميلان. يسجل الكابيتانو ماتزيتيلي قائد فروزينوني، يسجل هدف ثاني في الدقيقة 65 في شباك الميلان الذي يسقط أمام فروزينوني بهدف ماتزيتيلي في مباراة رد اعتبار أوسيبيو دي فرانشيسكو أمام بيولي، هدف ثاني لفروزينوني. لوكا ماتزيتيلي يسجل هدف ثاني لمصلحة فروزينوني في الدقيقة 65. هذه الكرة كانت سهلة، ممكن كان إبعاد الكرة سهل من جانب مينيون، لكن بشكل عام الميلان سيء 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 في مباراة الليلة، والفروزينوني يستغل سوء الميلان ويسجل هدف ثاني طبعا في هذه اللحظات. شوف ردة فعل رافائيل لياو، ضاع الميلان في مباراة الليلة. ياسين عدلي كرة لي الأمام، خطيرة، فعلها الميلان، سجل كوبيا هدف التعادل الميلان. 2-2 يعود الميلان ويسجل عن طريق جابيا هدف التعادل للروسونيري. جابيا يفعلها ويسجل المدافع في وقت كنت أتحدث عنه عن أنه الميلان صداع بالتأكيد، لكن الآن يسجل بكرة رأسية جابيا ماتيو. أول أهدافه بالمناسبة على الميلان، أول أهدافه مع الميلان في بطولة الدوري الإيطالي، لأنه سجل مع الميلان في هذا الموسم في مسابقة دوري أبطال أوروبا ضد دينامو زغرب أو الموسم الماضي. والكرة بتعود إلى بن ناصر، يبحث عن كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، لوكا يوفيتش يحاول، يسقط رومانيولي، الله، لوكا يوفيتش يسجل هدف ثالث للميلان، البديل الذهبي للميلان، يسجل لوكا يوفيتش هدف ثالث للميلان في الدقيقة 81. في الدقيقة 81 سجل لوكا يوفيتش في أول لمسة لوكا يوفيتش يسجل هدف ثالث للميلان، هدف ثالث للميلان يسجل يوفيتش بعد دقيقتين من دخوله مكان بوليسيتش. يسجل لوكا يوفيتش 5 أهداف هذا الموسم في الدوري الإيطالي. الميلان ينجح في التقدم من جديد في هذه الليلة،
عمل ممتاز من بن ناصر طبعا لاستعاد الكرة. لوكا يوفيتش في كرة كانت أقرب لرومانيولي لكن سقطت الكرة وأكملها في المرمى وسجل هدف ثالث لمصلحة الميلان. هدف ثالث لمصلحة الميلان عن طريق لوكا يوفيتش. المباراة ظروفها صعبة طبعا كانت على الميلان.